السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزات. اليوم الحصة تاعنا وين واجب علينا نتكلموا على كل اللاعبين المسلمين، اللاعبين اللي راهم في اوروبا، وشاهدنا من نجم المنتخب المغربي وين يخطف الاضواء، يعني وين يسرق الاضواء في الليغا بثنائيه، يعني شاهدنا بثنائيه وين يدون ارقام استثنائيه. وهذا اللعاب يعني خريج مدرسه العباسيه، خريج مدرسه برشلون، يعني هذا قرا واحد على بالك بلي في البارسا، في البارسا كي عندهم عندهم تقاليد، قاري واحد التقاليد لازم هذا باش يخرج لعاب، هذا راه فات على كتاب تاع كريف، هذا زرزوري، هذا شادي رياض، هذو اللي متخرجين هذو راهو فاتوا على واحد الكتاب سري في البارسا، كتاب سري. هذا كي يعرف البارسا، كي يعرفوك باللي انت غادي تخرج لعاب، يعطوك ذاك الكتاب يقول لك هذا كل ليله اقرا صفحه منه. كريف واش خلى هذي كريب، هذي كريب واش خلى يعطوك كتاب، يعطوك كتاب هذيك. هذو انت سبع انا نهدر معاكم واللي تحسبوا تاع دوك الناس اللي يهضروا على الاسيست، شاهد اسيست سيمانه ويهضر على اسيست، ولا سيمانه ويهضر على بود، ولا سيمانه ويهضر على كونتر. لا انا نعطيكم شكاين نقول لكم هذا اللاعب هذا زرزوري هذا راه داير كراعه، راه داير كراعه لعابه هذو. اي المغرب راه عندها نجوم، المغرب راه عندها نجوم، ما بغيت بغيت تكره، عندهم نجوم عندهم مدرب. حنا راه عندنا لعابه ما عندناش مدرب، لا كونكيروس راهي هنايا، عندنا لعابه ما عندناش مدرب، هما عندهم لعابه وعندهم مدرب وعندهم الستاف تكنيك، 100 ستاف تكنيك في لافريك، المغرب المغرب عندهم 100 ستاف تكنيك في لافريك، اون بارمي كاتريام في الموند. واه انت تزعم ولا ويخطف النجم المغربي عبد الصمد زرزوري مهاجم نادي اساسونا الاضواء وبقوه بعدما قام بتسجيل هدفين في شباك اليتي في مواجهه التي انتهت بهدفين لهدف ضمن المنافسة الأسبوع 28 من الدور الأسبوع الإسباني لكرة القدم، وتقدم إليتي بنتيجة المباراة لكرة، لكن النجم المغربي عبد الصمد أبى الخروج ناديه أوساسونا خاسر من المواجهة، ليقوم بعدها بقلب النتيجة فوق رأس فريق الضيف وسجل هدفين يعني متتاليين، يعني في الدقيقة 71 والدقيقة 84، وجاء الهدف الثاني يعني للنجم المغربي بعد عبد الصمد الرائع للغاية بعدما استلم الكرة من خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس إليتي الذي عجز عن تصدي لها نظرا لقوة التسديد المهاجم أساسونا، ودون النجم المغربي أرقام استثنائية في المباراة التي فرض فيها نفسه نجم بلا منازع بعدما سجل هدفين في شباك إليتي وقام بإعطاء 37 تمريرة لزملائه وأطلق 6 تسديدات على الشباك الحارس المنافس، فيما قام ب6 مراوغات كانت ناجحة. أروح نقول لكم هاكا كي تروح تدخل المواقع تاع المغرب مكاش، بقيت مخلوع، قلت والله ما نهدر انا شاود، قلت والله ما نهدر نشوف هنايا، شوف مغاربه اللي غادي نشوف المواقع تاع المغرب الا غادي يهضروا. راه بكا كاع بكا حنايا اسيستا، حنا عندنا حنا لا طيحونا، لا طيحوا لا طيحوا على هذا هذا طاحت ليكيب ناسيونال ولا والجوار تاعنا ولا التبليسة ولا لا اسيست اسيست يا عباد الله اسيست يهضر عليها سيمانه شاهد منا. لا مازالوا يهضروا على البنت تاع شايبي، صايي شايبي هذاك بين سجل هدف، صايي نارم ابو خالد هذاك اللي معاه هذاك المغربي فين مركب بنت تات بلونج، بنت شباب تات بلونجون، واو لله
تتبرونزو لي ملكا ابو خال نورمال علاش باش مغاربه ما حضروا ما والو ايش مين تراه ملكا البنت مين تراه من الاربعه وقيله الاربعه خميس جمعه السبت اربع ايام الناس هي تهضر بنت هدف شاهد هدف تاع الشايبي شاهد هدف هدف يعني شاهد منا شاهد يا ودي سكتوا يا ودي وليتو تبليسوهم هاراوي راه ولا عبد الصمد هذا زرزوريها ولا نورمال ما كان ما كان هايلالا ما كان احنا بولوك وادي يجي قلت لكم غادي يباركي هاي يا ودي اسكتوا اسكتوا الرجال الرجال يطيح الرجال جنا يطير جنا لعبة وحا قارب يلمو قارب يلمو ما عندوش ليرو بلاصهم قاع كي تشوف التشكيلة تاعهم تيبو قاع يلمو تيتيلان عندهمش عندهم حبة زوج حنا لا حنا عندنا زوج ثلاثة راهم طوب نيبو لخرين مساكين مكاش كان يقولك لا ورابط وار لعبة صغار هادوك مطالعين مازال مازال يا سي محمد انت قد انت قديوره عندك ولا في لافريك ولا يتبليسه ويتحسن في اللي سلا جايبه ما بويها تلقى به واحد كيما ذاك هذاك هذا كيسي هذا كي تلقى لك مع واحد متوانا هنا يخبطوا بدو بي على بالك يولي سبع ليالي وسبع ليالي سبع ايام وسبع ليالي هو يهدر بزاف الضربه راه خويا وشويه على بالك انتوما راكم غالطين كاين بزاف شي نروح وكتب بالاخرى شي زعاقه المهم وين شاهدنا وين الركراكي وين وزيد هذا عبد السلام هذا عبد الصمد هذا تاع المغرب هذا زيد سي محمد عطاهم عطا اي باش يولي للبارسا عطاهم شروط ما نوليش هاكا انايا انا كي نولي انا لازم نلعب انا نقول لكم وهذاك رياض شادي هذاك فانيك يعني هذو كاع سوال هذو كاع سوال املاح هذو كاع سوال املاح خاطر تشاهد تشوف انت تولي غدوة ان شاء الله غدوة ان شاء الله على لي زوروبيا فينال تشامبيونز ليغ يشوفوا ولاد بلادهم يشوفوا اي مثال لي فرونسي تيح زوج تاع لي زيكيب فينال تشامبيونز ليغ لي فرونسي ولاد بلادهم يشوفوا منا ويشوفوا من حنا على ما نشوفوش هذيك ولاد بلادنا يعني المغاربه التوانسه الجزائريين المصريين يعني تشوف كيما عام كيما نهار تشيلسي منا محرز ومنا زياس رغم ان زياس ما لعبش بصح كاين زياس كاين اسم كاين اسم هاهما شو حنا ماذا بينا بصح انتوما شويه سكات عليهم ولو داخلين عليهم على بالك بنت انتوما انتوما داخلين عليها جايبين تهدروا هدرة لعاب يا ودي لعاب يجي لعاب دير باس تقعد تهدر عليه شهر نتايا شيد انا او لعاب يهدر بونت تقعد بونت راه في سيمانة الاربعاء خميس جمعة مازالو غير يهدروا هذا الترقيم كل يوم يخرجوا له حاجة كل يوم يا قادر في كل شيء يخرجوا وما كل يوم يخرجوا له حاجة كل يوم ها راهو لما كان دو بيت والله عند مغاربه والله من والله نورمال قعدت نشوف مواقع انا اللي سي تاع مغاربه كاش قليل اللي هكا ولا مش كما تو واحد قال حنا انا تيب هذا قال باصينا وادي غني وادي غادي يهضر هضروا بولا ماشي هاي لا وانتم اللي جيو نبتونا ليكيب ناسيونال تاعنا والله لا انتم والله لا هادو من على اللي خرجوا ولاو ينذبحوا والله مكان السلاك كي خرجتوا نتوما تنذبحوا ما ولاش كاين سلاك انا نقولها لكم يعني قصروا غاشي ولا بينا صاحبي وما غير سكتي عليكم يا ودي هادو التوالي هادو غادي نشرع عليكم تاع بيت ربح المغرب تاعي طيحت اللعابة اليوم عندها شو متنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو وان شاء الله دايما معكم بجديد
واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتو وصحة رمضانكم.